السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منوري معايا دايما، بساعدكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مرحب يا قلبي، من شارك سعاده غامره دائمه بوجودي معاكم، وان شاء الله دايما مع بعض. الحقيقه ان لازم النهارده نبارك للزمالك ونبارك لمنتخب مصر. منتخب مصر نقول له مبروك الصعود الى باريس، باريس المره الثانيه على التوالي. احنا صعدنا بطوله طوكيو، وادي اولمبياد طوكيو، وادي اولمبياد باريس، وان شاء الله نعمل حاجه افضل من اللي عملناها المره اللي جايه. والجيل ده كتب لنفسه تاريخ، خلاص دخل التاريخ، جيل اللي وصل الاولمبياد. هنقدر نعمل ايه؟ دي حاجه هنعرف مع الوقت. لكن ميكالي مدير فني محترم جدا، ومعاه جهاز محترم طبعا، معاه وائل رياض واخرين، لكن الحقيقه الاتنين بيأدوا دور ممتاز، وراجل عارف وهادي وبيدير الموضوع بمنطقيه وبهدوء شديد جدا، ودي حاجه تحترم. ولازم تاخد بالك من حاجه ايها الزملكاوي والاهلاوي ايضا، ان حمزه علاء حارس مرمى منتخب مصر الاولمبي حارس رائع جدا جدا، وهو نجم الفريق الاول مع ابراهيم عادل. والحقيقه ان النادي الاهلي يحسد، عنده محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير وحمزه علاء، يعني عنده رباعي تقال يقدروا يشيلوه، ذلك هو محمد صبحي وعواد بيروح وبيجي في الموضوع. لكن في حاجة بقى تلفت انتباهك تخليك تركز، ايه هي؟ تعالوا مع بعض نشوف خط الدفاع الاساسي للمنتخب الاولمبي. باك الشمال حاتم محمد سكر لاعب نادي الزمالك، الباك اليمين احمد عيد لاعب باك نادي الزمالك، الاثنين قلب الدفاع اللي ما اتغيروش نهائيا هم حسام عبد المجيد ومحمد طارق. الرباعي ده هو رباعي زملكاوي وبيلعب في الزمالك، صحيح احمد عيد السنه دي في انبي، لكن الثلاثه موجودين واحمد راجع. ده معناه ايه؟ انه الزمالك في الحته دي في امان. ازاي ده ياخدنا الماتش المقاولين بقى؟ مباراه المقاولين النهارده لازم نقول شكرا اسيرجو، أعاد لنا الفن والهندسة. أي نعم، أعاد لنا الفن والهندسة. النهاردة شفنا مباراة من الحاجات اللي جمهور الزمالك يحبها، المتعة، الروعة، الأداء المميز، كل اللي انتوا عايزين تسمعوه، والأهداف. وفوز 6-1، طبعا في 6-1 احنا ما بنحبهاش، لكن دي نحبها. فوز النهاردة بأداء راقي ورائع جدا 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 لنادي الزمالك، ولا يستطيع احد كائنا ما كان يشكك فيه. الحقيقه ان الاداء النهارده كان في رغبه شديده عند لعيبه الزمالك انهم يعملوا حاجه، وده شيء كويس. ليه؟ لان دي بطوله على شفا حفره، هتقابل قبل نهائي ثم نهائي، خلاص مباراتين وتاخد البطوله، فاللعيبه ممكن يبقى عندهم حافز كويس. اوسيريو نفسه عنده حافز انه ياخد بطوله باللعيبه دي وبعد اللعيبه دي. والنهارده الاداء اللي شفناه يقول ان الراجل بيشتغل وبيجتهد، وده يفتح باب محبه لجمهور الزمالك، لان جمهور الزمالك هيحب اوسيريو او بدا يحبه، لانه هو شايف الخامه والقماشه اللي مع اوسيريو مش مريحه جمهور الزمالك، لكنه بيشوفه بالفتره الاخيره بيتطور وبيعمل حاله واداء مختلف، وخصوصا من بعد بروكسي. وكأن الكاس تنادي نادي الزمالك، هل الكأس تنادي نادي الزمالك؟ أشعر أن الزمالك هو بطل الكأس الموسم ده. عندي إحساس كده إن الكأس تنادي نادي الزمالك، تقول له ارفع كأس مصر هذا الموسم. ليه؟ لأنه الجمهور اللي راح النهارده ده جمهور لازم تحيي. أنا لو أعرفه أكلم كل واحد من ال 3000 ولا ال 10000 اللي راحوا دول احييهم واحد واحد، لانه دول اكثر الناس ايمانا ومحبه بنادي الزمالك، اكثر الناس رغبه في ان نادي الزمالك ينجح. الناس اللي بتروح ورا الزمالك وبتروح مبارياته، هي دول اكثر الناس، اكثر جماهير نادي الزمالك محبه. ولو كان طلب ان ال 60000 و 70000 يحضروا كان حضر، في كتير كده، لكن هؤلاء لهم معزة، يجب أن يكون لهم معزة خاصة في قلب كل زملكاوي اللي بيروحوا مباريات الزمالك، خصوصا بقى أما بيروحوا والفريق يعني محبط ومستواه قليل وعنده حالة الداون زي ما احنا بنقول.
لكن الحقيقه ان الحضور الجماهيري لازم نشكر كل شخص حضر هذه المباراه. فمره اخرى لا الاكثر ايمانا بالزمالك وحبا له. اوساريو بدا يفتح محب كتاب المحبه بتاع الزملكاويه ليه، وبالتحولات والاداء النهارده الزمالك احرز هدف غير الفرص التي خلقها والاداء والروح اللي موجوده، كل ده تقول ان اوساريو بيشتغل. اوساريو بيشتغل وبيجتهد وراجل عنده ضمير وعاوز ينجح، والزمالك مش محتاج غير كده، ان يكون الناس اللي فيه عندها ضمير وعاوزه تنجح. اي حد في نادي الزمالك كبير صغير طالما عنده ضمير وعاوز ينجح هينجح، هيلاقي زي نادي كبير ونادي غني ومعاه فلوس. حتى ولو كان عندنا مشاكل زي قصة لشبونة وخالد بوطيب ولا 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 ولا، لكن الزمالك غني وعنده قاعدة جماهيرية عملاقة جبارة لن تنضب لن تنتهي. واللي يقول لك الزمالك هيبقى زي الاولمبي والترسانة اقول له انت بتتكلم في اوهام. الزمالك ولا عمره سيكون يوما كالترسانة والاولمبي وينقرض جماهيره، لا، جماهير الزمالك ولادة وهتلاقيها مستمرة. وانا بقول وبتحدى كل واحد يقول ده، اقول له العشر سنين الذي لم يحرز الزمالك فيها بطولة واحدة، ولد فيها زملكاوية وانشئ فيها زملكاوية من الجماهير، ما زالوا حتى هذه اللحظة يقفون وراءه، بل يجوز من اللي كانوا حاضرين النهاردة في الماتش بتاع المقاولين جمهور لم يشاهد الزمالك بطلا في العشرية السوداء اساسا. كان بقى عنده 10 سنين، كان عنده 6 سنين، كان عنده 5 سنين، دلوقتي الامور راحت فين؟ النهارده احمد سيد زيزو الحقيقه كان متالق في الشوط الاول وادى اداء جيد، وكويس انه الراجل خرجه عشان يقول له انا ممكن اخرجك عادي، لعبتك اخطات لكن لعبتك، وانت تالقت وبتقول لي ان انا جامد حلو، لكن برضه ما احب اخرجك عشان انا خايف عليك، عشان عندي ماتش زي فيوتشر فمحتاج ان انا اريحك، لازم يريح. هو الحقيقه ان زيزو النهارده كان ممكن يبقى نجم اللقاء هو او سيف الجزيري اللي احرز الاهداف، لولا ان شيكابالا احرز هذا الهدف الرائع المميز الغير مسبوق. لا المسبوق طبعا، لا عملوا كتير قبل كده شيكابالا. الحقيقه ان شيكابالا عامل زي الناس بيقول الورده مهما دبلت ريحتها فيها. شيكابالا مهما كبر الحرفنه والاهداف الجميله موجوده، حتى لو بيأدي نص ساعه او ساعه، وده مش مطلوب غير كده، يعني انت مش مطلوب من شيكابالا غير انه يعمل كده، اما يكون موجود وينزل شوط ينزل نص شوط يكون له دور واكتف ويكون له بصمه واضحه، وهو الفتره الاخيره شغال بالشكل ده. ويعني طبعا شيكابالا له يعني محبه عند الجمهور ورصيد غير مسبوق يعني. طيب في لاعب ايشو عبد الرحيم ايشو، ايشو اتمنى اللي نزل رقم 45، ان اتمنى من اوسيريو واللي حواليه اوسيريو يقولوا ان اللاعب ده قد يكون طوق نجاتك في مباراه فيوتشر ومباراه الاهلي. بعد غياب مصطفى شلبي فكره ايشو، وبعدين يقول لك حاجه تانية ان مدرسه الكره في الزمالك لا تنضب برضه. ليه؟ ادي عندك بص كده هتلاقي زي ما بدانا في الفيديو الاول، عندك حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق واحمد عيد الرباعي بتاع المنتخب الاولمبي، دول مواليد قطاع الشباب في الزمالك. وادي ايشو النهارده اداء رائع، حتى جريته كده بحس فيها ميدو، مع انه ما بيلعبش في مركز ميدو، لكنه عنده حاجه. الراجل ده بقى لو حب ايشو وايشو اجتهد واشتغل وعاوز يعمل حاجة يتحول ويبقى حاجة كبيرة، يسمع كلامه وراجل يثق فيه وهو يجتهد ايشو. لكن ايشو النهاردة ممكن يبقى مفتاح نجاح وحياة للزمالك في مباراتين من اهم مباريات هذا الموسم، ماتش فيوتشر وماتش الاهلي القمة. فايشو ممكن يكون حل مهم جدا، خصوصا ان مصطفى شلبي مصاب ولن يكون موجودا لمدة شهر ونص. طيب في الاخر كده طبعا الاداء النهاردة رائع ومفيش اي سلبيات، يعني حتى ولو الخطأ اللي عمله احمد فتوح فغلطة الشاطر بهدف، واحمد فتوح شاطر
ويعمل اللي هو عايزه، له رصيد، واحنا كنا فايزين 6 مش مشكله على الواحد يعني اللي جه، لكن يركز اكتر وما يتعالاش، وتعالى سيكا في الكوره وبصها التمريره مش مظبوط قوي، لكن نتمنى انه ما تحصلش تاني. لكن عاوز اقول لكم حاجه بقى وخدوا مني، اتحاد الكوره قرر او سوف يعلن او لن يعلن، شوفوا انتوا بقى اللي عاوزين، تجميد عقوبه دونجا. دونجا لجنه الانضباط سربت ونشرت انه دونجا تم عقابه 4 مباريات عشان الخطأ اللي عمله مع احمد زيزو، وهو غلط، دي حاجه ما فيهاش مناقشه، وانه تصدوا هم للموضوع وعملوا ده. طب اتحاد الكوره هيعمل ايه عشان يجمد قصه دونجا؟ ولا كانه شاف حاجه ولا سمع حاجه، لن يخرج حسب المعلومات اللي عندنا. الاتحاد الكوره بيفكر وبيتجه وبقوه لعدم اعلان العقوبه الخاصه بدونجا، وان دونجا لن يتم عقابه، وانه هيطنشوا البتاع العقوبه، لانهم شايفين انه اجتهاد زائد، اجتهاد زائد من لجنه الانضباط انها تتصدى لامر لم يطلبوه هم ولم يحولوا القضيه ولم يشتكي احد، ومن ثم هذا اجتهاد زائد قد يضع الدوري في منطقه خطر. ليه؟ لان الزمالك هدد بشكل واضح عن طريق مرتضى منصور انه قد يكون هناك انسحاب من الدوري في حاله اعلان العقوبه. والمعلومات اللي عندي بتقول ان اتحاد الكره خوفا من غضب الزمالك، وفي نفس الوقت لانه اجتهاد زائد من لجنه الانضباط، وفي نفس الوقت حتى هذه اللحظه لم يتم تحديد اي موعد لنظر قضيه كهربا في لجنه الاستئناف، فوقف الموضوع. ليه؟ لان الـ4 مباريات ما فيهمش استئناف، وبالتالي اللاعب هيتوقفهم هيتوقفهم، وعشان كده اتحاد الكره قال لك لا ما تعلنش حاجه ولا تبعت حاجه لاي حد، لا للاعب ولا الميم، وهيستندوا الى انه ما تمش استدعاء اللاعب للتحقيق معاه، وهو واجب المفروض. تمام؟ لكن اتحاد الكوره مش عاوز مشاكل، وده السر. قال لك ناقص 2 اسبوع وكهرباء قضيته بتوع لجنه الاستئناف واقفين فيها ومش عاوزين يحكموا الا لما ياخدوا القرار النهائي من المحكمه الاداريه، على ما حدش عارف بقى لو حد طعن في الاداريه العليا، فالتانيين منتظرين القرار بتاع الاداريه، فمفيش ايقاف لكهرباء، دي قصه تانيه. لكن اتحاد الكوره عاوز يخلص من وجع الدماغ وشبهه انك بتدي قصاد دي ومش عارف ايه، قال لك لا يا عم خلاص دونجا ده يعني تزايد من لجنه الانضباط، وفي نفس الوقت ما مشيش بكامل الاجراءات واحنا ما قلناش و و، فايه انسى الجواب اللي جالك، وعليه اتحاد الكوره في الأغلب الأهم سوف يجمد عقوبة دونجا بالطناش، إنه يطنش وما يعلقش، وكأنه لم يأتي إليه أمرا ولا قرارا من لجنة الانضباط أساسا. أشوفكم على خير في اللي جاي، وألف مبروك لنادي الزمالك الفوز والصعود للقاء مباراة بيراميدز، فبالنهاية إن شاء الله هنفوز، حتى ولو اداء بيراميدز كان من افضل الفترات اللي بيعملها الفتره دي، لكن ان شاء الله هنفوز، وسيريو يمشي على الخطوات السليمه الصحيحه لكتاب محبه جمهور الزمالك، وان شاء الله اللعيبه دي تفوق وتظهر ويبقى عليها الامان افضل من كده خلال الفتره اللي جايه، ويبقى عندها روح اكتر من كده ورغبه في النجاح اكتر من كده. وطبعا مبروك للمنتخب المصري الوصول الى اولمبياد باريس. اشوفكم على خير في اللي جاي ان شاء الله. السلام عليكم.